بيتكوين وماذا نرى للبيتكوين الذي ما زال يتداول فوق دعم قوي جدا مستويات ال 65 لحد مستويات ال 66,500 تقريبا، والمفروض ان كل تراجع هو فرصة شرائية بالنسبة لنا. لو احنا بصينا البيتكوين، البيتكوين نزل عمل لنا ضلع من المستويات دي، ممكن ننزل ناخد ضلع موازي ليه ويخلينا نروح عند مستويات ال 65,000، وهيكون فرصة ممتازة جدا للشراء. واعتقد ان احنا عندنا منطقة قوية جدا عند مستويات ال 66 او بمنتهى البساطة عند منطقة البيك فور بتاعتنا للموجة التالتة الرئيسية اللي بتشكل لنا دعم قوي جدا لما بين مستويات ال 65,800 لحد مستويات ال 66,000. ما زلنا بنستهدف قمة جديدة للبيتكوين، خصوصا ان احنا لسه حتى الان ما خلصناش. يعني احنا بالنسبة لنا عملنا ده بيك 1 بيك 2 ده كله كان 3 وبنتراجع اي بي سي 4. اعتقد ان احنا ممكن نعمل قاع بسيط وبعد كده نكمل داخل القناه السبعه الصاعده، وممكن نصعد ونكسر مستويات ال 70,000 مرتاح جدا جدا جدا. ما زلنا بنبحث عن ايه؟ ما زلنا بنبحث عن نهايه الموجه اللي احنا فيها. فما زلت شايف ان لسه حتى الان ما عملناش كسر للتصحيح، ما عملناش نهايه للتصحيح في الضلع الاخير اللي احنا فيه. فهنعمل ايه؟ هنرسم قناه سعريه على هذا النموذج، ننتظر كسره وبقوة بعد كده الاستقرار. لو احنا لاحظنا نلاقي ان احنا عند دعم الخط الاوسط للقناة، وده اللي بيوضح جدا ان احنا قربنا من نهاية التصحيح، واعتقد التصحيح اوشك على النهاية. ولكن لازم نشوف ردة فعل ايجابية، كسر الحد العلوي للقناة والاستقرار بشمع السودة قوية، وساعتها هندعم فكرة ان احنا نصعد وهنعمل قمة جديدة. طيب خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة ونرجع تاني لفريم الساعة. هنشيل القناة السعرية بتاعتنا دي، وده الأهم بالنسبة لنا دلوقتي. احنا قلنا ان قاع الموجة الأولى بتاع قاع الموجة التانية هنا، وقاع الموجة الرابعة حتى الآن هنتكلم انه هنا، تمام. هنرسم القناة السعرية بتاعتنا اللي هي هنا، وهنبدأ نتسلل عند القناة السعرية اللي ما زلت شايف ان ممكن على الأقل هنطلع للحد العلوي القناة منها، وممكن أكتر بشوية. طيب كمان لو قلنا هناخد أهدافنا وهنقول ان التصحيح بتاعنا انتهى، وحتى الآن يا شباب التصحيح ما عملش انعكاس واضح، ولكن احنا في مناطق قويه. فلو معاك البيتكوين في المستويات دي انت مش بعيد، ومناطق ممتازه ممكن نصعد لحد مستويات ال 38 فيبو، ونروح عند مستويات ال 72,000 ويعني 73,000، وممكن الموجه كمان تفضل ممتده شويه ونروح لحد مستويات ال 76,500. طيب انا عايز ايه من البيتكوين كمان؟ احنا بالنسبه لنا بنعمل دوره سعريه، انا عملت 1 2 ده كله 3، وهتراجع ب4 اللي ممكن تنزل شويه لسه لحد دلوقتي ما نعرفش، ولسه ما حصلش رد فعل رغم ان انا شايف ان هيكليه التصحيح منتهيه. ولكن خلينا نتاكد الاول، وبعد كده هنبحث عن الموجه الخامسه واقفل الدوره السعريه بتاعتي اللي هي 1، يعني لسه بيقول لي هادي. ده بالنسبه لنا هيكون كله 1 A B C 2 بوم 3، ولسه مستمرين في الموجه الخامسه الرئيسيه من الدوره السعريه الاكبر. يعني بيتكوين ما زال له اهداف كبيره، بيتكوين ممكن يصعد لحد مستويات ال 73,000 نقطه الى مستوى 76,000 نقطه، وبعد كده يعمل تصحيح كبير للدوره السعريه، وبعد كده يستمر في الاتجاه الصاعد. لو انت جوه البيتكوين ممكن تخرج مع كسر مستويات ال 73,000 نقطه او مع القمه الجديده اللي هتحصل، وبعد كده تخرج وتنتظر تصحيح كبير، وبعد كده تستهدف مره اخرى الشراء. وبالتوفيق.